وخصوص تدوير ديك السيد الرئيس يعني انت على فيسبوكيا انا كمستشار كاش عليك خاوي خارج الموضوع لا 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 اسمعني سيد الرئيس ماكاش خارج الموضوع اسمعني سيد الرئيس وانت من اللي كان كيخدم قبيله قلت له خارج الموضوع اسمعني سيد الرئيس لا اسمعني سيد الرئيس انا سيد الرئيس نقطه لا سيد الرئيس ثانيه وسيد الرئيس 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 راك في تدوينا كاين شي موضوع اسستي فيها شكون ماكاش عندنا عامل واحد قلت لي وقلت لي عندنا عامل معايا واحد معايش قلت لي برلمانيين معايا برلمانيين بعض برلمانيين بعض مستشارين بعض صاحبي وفي يدي سيد الرئيس كل عندك كلمه وحده وعندك شهره وعندك فاشي خلال السنه الاولى فاشي تدبيريا في قطاع المطار وقطاع بيستعمل وقطاع مشاركته شوري قول على الشك وتعلق الشماعة ديال على بعض المستشارين بعض النواب بعض المدربين والله ما لقى حد عندنا عامل واحد وداوي لينا عندنا عامل وكيل سيد الرئيس انا كطالب في الاسبانية واش عطيتها انا وضعك ديالي انا مش مستشار ديال مستشار شي وضعك ديالي قول لك يتكلم اذا جاكم فاسق بلا بعين فتبينوا سيد الرئيس اسمعني 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 سيد الرئيس انا لا اعمل في الخبر انا لا اعمل في الخبر اسيس فوق هذاك المجلس السيد الرئيس فوق التعليه انا لا اعمل في الخبر سيد الرئيس تولينا شكون المستشارين اللي مع الجهه ديال المدينه وشكون منهم مع الجهه ديال المدينه وحنا معاك الا كان عندك الجرأه حنا معاك الا كان عندك الجرأه انك تظهر حنا معاك اما كولاسه واش عندك على بعض المستشارين وفي الفيسبوكيين فهي على الصفحه ديال الجماعه اول مستشار جاب برنامج رياضي وتقابل اجتماعي جبتو انا وتخبع اول مستشار قال هاتي الكيت يضرب المراه العزبيه والمراه الشماعيه وكيعطيها علاش ما تموتيهاش؟ قلت لك المستشار الصغاري قال السي سعيد اش كان خارج الموضوع الله يرضي عليك الموضوع صعب قال لي هذا ولا اسمع لي اسمع لي هذا برنامج كامل قلنا لك المراه الشماعيه وهي نبي ولا هو المجيب خارج الموضوع يا سيدي خارج الموضوع وانت خليتي مع استاذك تتكلم احترم اللي هو محترم المجلس احترم راسك يا سيدي ماشي نتكلم فيه خارج الموضوع سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس لا تكلمني معاه بسرعه قالوا لي وضعك دابا واش نسولك معاك سجلنا هذا الشيء ديالك صافي ما عندك فين تمشي ما عندك فين تمشي ما حتى نسمع جوابك وتسمع وتسمع تسليم فيها شيء قاتل سيدي يا سيدي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم